ما حجم المخاطر التي يمكن أن يعني تحدث نتيجة التساهل في هذا الأمن الهام جدا، أمن الماء الإقليمي، وكيف يمكن أن مجابهتها، خصوصا أنه سد النهضة قريب من أماكن عديدة جدا في السودان، ويمكن أن تكون هناك عواقب ما لم يكون هناك اتفاقات ملزمة بين الأطراف؟ بسم الله. في البداية أسمح لي أرجع لاجتماع مجلس التعاون الخليجي، نعم، وأمن على أنه ما أردت بأنه الاجتماع انعقد في ظروف بالغة التعقيد في المنطقة، نعم، ما تفضل به الباشمهندس عبد الرحيم في أديس ومعركة الدولة الأثيوبية مع جبهة التجراي، نعم، وما تتعرض له المملكة العربية السعودية من عدوان واستهداف من قوات الحوثيين، استهداف المدنيين بشكل عالي. يمكن دي لأول مرة أو من المرات النادرة تتعقد قمة خليجية بدون ما يكون في خصام بين دول التعاون الخليجي. نعم. فانعقدت في ذي الجو معافى، وحد الرؤية وساعد في اتخاذ موقف واحد تجاه التحديات. نعم. تحديات تتعلق بأمن المنطقة، تحديات تتعلق بأمن البحر الأحمر البشميلة كلها، تحديات التضامن مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الرياح الصفراء الغاضبة من إيران عبر الحوثيين. فأنا أفتكر أنه القمة استطاعت أنها يعني تضع الغاد الخليجيين أمام تحديات حقيقية مفترض يعني يقوموا بدورهم فيها عشان يصدوا لكل المخاطر الأمنية اللي بتهدد المنطقة. عفوا، ده جانب. الجانب الثاني اللي هو بيتعلق برؤيتهم تجاه ما يدور في دولة شقيقة أو دولتين شقيقتين مع دولة جارة اللي هو السودان ومصر بكفة وأثيوبيا بكفة الثانية، مؤكد من خلال الوساطات العربية الأولى في جامعة الدول العربية.